اقول لك الكويتيين يقولون سحار الليل، شنو معنى سحار الليل؟ سحار الليل على يفتح ما ينام بالليل. الله ما يطلع يا رب بالليل. يا رب ان شاء الله الليل هو يسمونه شنو؟ عشاء الذاكرين الله والمصلين على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. فاشغلوا وقتكم بذكره والصلاه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عطلت الرجال كويتيين اول بالليل، وين يروحون يا سحير الليل؟ الناس تسايرون وهذا يروحون على البحر يقعدون. الله وين تروح العرب؟ الحين ردت الدواوين مثل اول؟ ان شاء الله الحمد لله الحمد لله. وشنو مخبار هالمقطع هذا؟ الحمد لله ما كل العافية الحمد لله. وهذا الشال الحلو الأصفر ما شاء الله. من اللي كان يبيع الشال أول؟ الشال والله كان مسلم أول شيء، أنا عارف مسلم في الأبتر هذه ما شاء الله. يا رب يا رب إن أنتم على طول مستانسين وفرحانين، واليوم 1 فبراير و2 فبراير بالليل دش عيد الوطني وعيد التحرير، وإن شاء الله يا رب الحمد لله. وبو مجدي كحكح من هالزقاير الله يسامحه إن شاء الله. أنت ما بالله ابتلاك بالزقاير يا ابن الفضلي. والفضل العموم إن شاء الله مني لصلاة الفجر الساعة 5:30 كلنا ننوي أن نذكر الله ونصلي على حبيبها سيدنا شفيعنا محمد وآل محمد وآل. هذا كان ديدن الصالحين أبو يعقوب الرفاعي تذكر، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بلا أسحارهم يستغون بالليل، كانوا شنو ذو يعني ذكر الحمد.